إلى قنا أحمد الأفيوني. أحمد، إزاي ممكن توصف لنا الصورة؟ نعم إيمان، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل كما ذكرت ما زلت أتواجد في محافظة قنا لمتابعة السيرة العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020. يعني اليوم هنا أتواجد الآن داخل لجنة مدرسة السلامة الثانوية للبنين بوسط مدينة قنا، وهي واحدة من ضمن 339 مركزا انتخابيا يضم 670 لجنة فرعية. بالفعل يعني إيمان يعني بدأت العملية. دعيني أوصف لك المشهد الانتخابي هنا في محافظة قنا. بالفعل بدأت جميع اللجان الانتخابية في تمام الساعة 9 صباحا، يعني بعد أن تأكد السادة القضاة من سلامة الإجراءات القانونية وفتح محاضر فتح اللجان وسط إقبال كثيف من قبل المواطنين هنا في المحافظة، لدرجة أن يعني وجدنا المواطنين قد اصطفوا صفافا وطنيا أمام اللجان يعني قبل الموعد المحدد لبدء العملية الانتخابية في تمام الساعة 8 من صباح اليوم. للمزيد من التفاصيل يعني إيمان دعيني استقبل معك وعبر الهواء مباشره سياده اللواء اشرف الداوودي محافظ قنا خلال جوله تفقديه يقوم بها الان يعني على عدد من اللجان الانتخابيه هنا في محافظه قنا. سياده المحافظ، في البدايه برحب بحضرتك في هذا اللقاء، ويعني بالتاكيد كان هناك استعدادات وتدابير عديده من قبل المحافظه لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2020 يعني في ظل ما تواجهه الدوله من تحديات لانتشار فيروس كورونا المستجد. طبعا مرحب بك استاذ احمد والساده المشاهدين في محافظه قنا. زي ما احنا شايفين كده احنا النهارده في عرس ديمقراطي في محافظه قنا. شعب واعي، شعب حاسس باهميته ومهميه صوته، وتواجد كثيف زي ما انت شايف من بدايه اليوم من الساعه 9 الصبح لتوافد المواطنين على اللجان الانتخابيه بكثافه عاليه الحمد لله وفضل الله. والواحد طبعا سعيد جدا بالشعور من ايجابيه المواطنين في اتجاه الانتخابات. طبعا الاستعداد زي ما حضرتك سالت، الاستعدادات كانت استعدادات من بدايه من قبل الانتخابات بفتره، تجهيز اللجان الانتخابيه اتاكدنا مرينا عليها انا والنائب وكل التنفيذيين في المحافظه، اتاكدنا من تواجد القاعه الانتخابيه جاهزه على تم الاستعداد، اتاكدنا من وجود علامات للتباعد الاجتماعي بين المواطنين عشان الزحام، اتاكدنا من اجراءات الوقايه من فيروس كورونا. برضه في كان وسائل المساعده للمواطنين على اساس زي الكراسي المتحركه لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا الجمعيات الاهليه كانت موجوده بفاعليه، الهلال الاحمر وشبابنا شباب محافظتنا موجود داخل اللجان بيساعد الكبار السن وبيساعد الغير قادرين على الحركه. الحقيقه يعني تناغم وتفاعل ما بين المواطنين في محافظتنا، وانا بشكرهم على وعيهم وثقافتهم واشتراكهم في الانتخابات. يا سيادة المحافظ، يمكن انتوا يعني على مدار الساعة ومنذ بدء العملية الانتخابية في تمام الساعة 9 صباحا وحضرتك بتقوم بجولة على عدد كبير من اللجان الانتخابية هنا في المحافظة، رسالة حضرتك اللي بترسل بيها اليوم من هذه الجولة؟ أنا الحقيقة يعني رسالتي أنا بشكر أبناء هنا وشباب هنا وبنات هنا اللي موجودين بفاعليه، وانا عايز اقول برضو دور المراه في الانتخابات دور قوي ويعني بينافس مش مشاركه، برغم ان احنا مجتمع قبلي، انما هنا بناتنا بيشاركوا بقوه في الانتخابات وموجودين على ارض الواقع. فانا الحقيقه رسالتي ان انا بشكرهم الحقيقه، يعني انا شايف وعي كامل وشايف المواطنين في محافظه قنا حاسين باهميه صوتهم، وهم بينتخبوا اللي شايفينه اصلح ليهم. احنا ما بنوجهش اي حد في الانتخابات، المواطن له الحريه الكامله يروح ينتخب، لكن لازم يتواجد وتواجد بقوة زي ما هو بيحصل موجود دلوقتي، ويفضلوا مستمرين على مدار اليوم والنهاردة وبكرة إن شاء الله، بحيث تبقى يعني إن شاء الله نلاقي مشاركة أتمنى من الله تبقى 100% بالنسبة للمواطنين. احنا عندنا حوالي 2,043,000 صوت انتخابي، رقم ضخم، يعني إن شاء الله كلهم يشاركوا في الانتخابات بإذن الله. سيادة المحافظ، يمكن أعلنت في وقت سابق عن تفعيل دور غرف العمليات داخل ديوان عام المحافظة. هناك غرفة عمليات مركزية في الديوان العام، وهناك عدد من الغرف العمليات المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. ماذا عن أهمية هذه غرف العمليات، وماذا يعني تلقت بها غرف العمليات حتى هذه اللحظة؟ الحمد لله غرف العمليات شغالة على مدار الساعة، احنا رافعين حالة الطوارئ من أول امبارح عندنا في إدارة الأزمات وفي جميع المراكز في المدن وفي القرى، وطبعا حتى الان بفضل الله ما عندناش في اي يعني اي حصل. طبعا الصمت الانتخابي
مر بسلام، مفيش اي شكاوي تماما. النهارده برضو الاجراءات الانتخابيه مفيش حتى الان مفيش اي شكاوي لا من السيد القضاء ولا من المواطنين ولا في اي شكوى وردت لنا حتى الان، الامور ماشيه بسلاسه. طبعا اداره الازمات موجود وبيتدخل فيه، لو في اي بلاغ بيبدا يبلغونا. عاملين مجموعات صغيره للدفع السريع في الحالات الطارئه، عاملين برضو مصادر احتياطيه زي الكهرباء، رافعين الحاله في مرافق الميه عشان تبقى دايما اللجان جاهزه لاستقبال المواطنين، وحتى الان الوضع مطمئن الحمد لله. المحافظ بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. اذا ايمان كان هذا هو لقاؤنا مع سياده اللواء اشرف الداوودي محافظ قنا حول اهم يعني ما جاء من تفاصيل في الجوله التي يقوم بها على عدد من اللجان الانتخابيه هنا في المحافظه، ومتابعه سير العمليه الانتخابيه ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للحفاظ على المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. واليك ايمان مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك احمد الافيوني مراسل اكسترا نيوز من قنا، وطبعا بوجه الشكر لكل مراسلينا اللي انضموا معنا في هذه الجوله ونقلوا لنا كل هذه المعلومات. ابراهيم عزت كان معنا من بني سويف، ايمن عماد كان معنا من سوهاج، وايضا محمد الحداد كان معنا من الفيوم، وجاكلين ماهر كانت معنا من الجيزه، احمد عبد الرازق انضم الينا من الاسكندريه.